طبعا يا شباب، زي ما انتم عارفين سبب المشكله الرئيسيه اللي حصلت في السياره الكيا سيرا 2015 هي توصيل البطاريه من الخارج بطريقه خاطئه. الطريقه الصحيحه لتوصيل البطاريه من الخارج عمرها تكون ضعيفه هي كالاتي. طبعا هاي البطاريه ضعيفه، وهاي البطاريه السليمة. هاي البطارية السليمة. الطريقة هي كالآتي: أول طرف بيوصل من هنا الخط الموجب من البطارية الضعيفة إلى الخط الموجب من البطارية السليمة. ثانياً بنوصل الكابل من الخط السالب في البطارية السليمة إلى الخط السالب في البطارية الضعيفة. أول شيء بنحط الكابل من القطب الموجب في البطارية الضعيفة، بعدين بنوصل الطرف الثاني القطب الموجب في البطارية السليمة، وبعدها بنحط الكابل الأرضي السالب في البطارية السليمة، وبعدها بنوصل بالبطارية الضعيفة. وممكن ما نوصل بالبطارية الضعيفة من طرف السالب، ممكن نوصله بأي جزء من السيارة. يعني ممكن الخطوة رقم 4 نلغيها ونحطها بأي طرف من أجزاء السيارة. يعني ممكن نوصل الخط الموجب بالبطارية الضعيفة إلى الخط الموجب بالبطارية السليمة، وبعدها الخط السالب بالبطارية السليمة إلى أي جزء من السيارة. وطبعا إنك توصل إلى أي جزء من السيارة أفضل من إنك توصل الجزء السالب في البطارية الضعيفة. طبعا بهذه الطريقة بنحمي الكنترول من أي غرض، بنحمي الضفيرة والفيزات من أي شورت أو من أي ضرر، وبنحمي أهم شيء بنحمي الكنترول الإي سي يو. بهذه الطريقة إحنا بنحمي الإي سي يو من أي ضرر ومن أي مشكلة. لا تنسونا بدعائكم، دمتم بأمان الله.